الآن أنا أدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأن يتحدث ويقدم الرؤية المصرية فيما يخص المشروعات التنموية والمشروع الأضخم عالميا على الأقل في هذه المرحلة. حياة كريمة، تفضل يا فندم. شكرا. أنا هحاول برضه الأربع دقايق يعني أستمر على الأربع دقايق اللي أنت طالبتونا بيهم. خلوني في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأشكر السادة الضيوف المتحدثين على مساهمتهم الرائعة النهاردة في هذا الموضوع اللي أنا بعتبره شخصيا من أهم الموضوعات اللي محتاجين كلنا نخلي بالنا منها ونفكر فيها. وخليني أوجه من خلال آية وسارة يعني شبابنا إن أنا أوجه التحية لشباب مصر، لأن شباب مصر المؤتمر اللي احنا موجودين فيه ده كان احد افكار شباب مصر. حياة كريمة اللي بنتكلم عليها اللي هي بقت نموذج ملهم يعني هي برضو احد افكار شباب مصر، فانا بوجه لهم التحية على ده. خلوني اقول لكم ان اذا كنتوا بتقولوا ان الفقر في بلادنا او حتى في بلاد كثيرة بس كتير منهم بيتركز في أفريقيا، الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. الفقر بيدخل البلاد والأسر. عايز تتكلم عن مستوى الأسرة ممكن تقول إنه بيدخل الأسرة في متاهة. عايز تتكلم على مستوى الدولة ممكن تقول بيدخل الدولة في متاهة. متاهة التخلف، متاهة التخلف، متاهة الجهل، كله هي يعني عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل يلفوا ويصعب على أي حد يخرج منهم بسهولة. وإحنا لما وأنا بقول الكلام ده لأن الشباب اللي موجود هنا مهم قوي يعرف حال البلد. أنا بتكلم على الشباب اللي هو متواجد معانا وضيوف عندنا هنا في بلدنا، يعرف ان البلد دي كانت في 2011 على وشك الانهيار الكامل، على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين. وحتى لما اتعملت اجراءات واتعملت يعني انتخابات جت يعني حكومة او قيادة يعني الشعب ما قدرش يستحمل أداءها لمدة سنة وخرج عليها. إيه علاقة اللي أنا بقوله بالفقر؟ لما بدأنا المسؤولية هنا ما كانش في دماغنا حاجة فقط غير محاربة الفقر. محاربة الفقر في مصر بإيه؟ بالعمل بإخلاص، العمل بجد، العمل بقدر الإمكان بإتقان، العمل بإيمان. ما كانش في حل تاني. وأنا عايز أقول لكم يعني على أرقام بسيطة يمكن تعكس لكم حجم الجهد وحجم الإنفاق اللي اتعمل. وده بالمناسبة ده مش شغل رئيس، ده شغل الدولة المصرية، حكومة والحكومات المختلفة حتى الناس اللي مش موجودين معانا منهم دلوقتي. خلال 7 سنين اللي فاتوا دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها أكتر من 6 تريليون، أكتر من 6 تريليون جنيه، يعني كم؟ حوالي 400 مليار دولار. 400 مليار دولار. عايز أقول لكم على حاجة، كنا لسه بنتكلم مع الشركات اللي اشتغلت خلال 7 سنين فاتوا دول مع قطاع واحد، مع قطاع واحد، عدد الشركات 4500 والحجم الأموال اللي تقاضتها أو التعاقدات كانت بتريليون ومئة مليار، تريليون ومئة مليار. أنا بقول الكلام ده لكم هنا وإحنا بنتكلم على الجائحة وأثرها السلبية على العالم كله. كان العالم بيحتفل قبل الجائحة بأنه هو خرج مليار من الفقر، والجائحة جت كان الهدف كله دلوقتي ان احنا نحافظ على ان المليار اللي خرجوا من الفقر نقدر نحافظ عليهم ما يرجعوش تاني تحت.
يرجعوا لخط تحت خط الفقر تاني. كان ليها تأثير كبير، لأن كتير لما كنا بنتكلم على التوازن اللي أنا بطرحه وسمعتوه على أن مصر كانت أدارت الموقف من الجائحة بتوازن ما بين الإجراءات الاحترازية والغلق المؤقت وما بين العمل بلا توقف بلا توقف. ليه؟ لأن إحنا أتصور أن الفقر أخطر كتير، هو جائحة بتدمر المستقبل وبتدمر الحاضر. الفقر، الفقر بيدمر المستقبل والحاضر وما بقاش فيه أمل للناس، وبالتالي تشوفوا دول فيها إرهاب وفيها تطرف وفيها اقتتال وكلام كتير قوي وفيها ثورات حتى. ليه؟ لأن الفقر، مش هنتكلم على ازاي نخرج منه في ظل الجائحة فقط، لأن الكلام اللي اتقال من زملائنا على المنصة غطى كلام من ده كتير، لكن أنا بتكلم عشان يبقى أقول وجهة نظرنا في مصر على الموضوع ده. لما يعني بيم كمجموعة قال إن هو كان في مواطن ألهمه الفكرة في لندن، وده أمر مهم. إحنا كان عندنا أقدر أقول مش يعني أكتر من مليون، يعني الدكتور مصطفى بنتكلم في 250-300 ألف أسرة، يعني مليون مليون ونص إنسان كانوا موجودين في ظروف حياة في الشارع صعبة جدا. ما قلناش هنعمل ده إزاي. تضافرت الجهود بين الدولة وبين صندوق أنشأنا اسمه حياة كريمة في مصر من بدري، وكلمنا أو تحيا مصر عشان بس يبقى الأمور واضحة، وتحركنا وأنشأنا ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية. وبالمناسبة احنا هنفضل نشتغل في الاتجاه ده حتى نصل إلى مليون وحدة سكنية كتخطيط. أنا الكلام اللي بقول عليه ده أرقامه ضخمة جدا ماليا. الهدف منه إيه؟ إحنا هنقعد ننظر للخلف ولا هنفضل نتحرك عشان نخرج من دائرة الفقر اللي إحنا موجودين فيها؟ زي ما تقال كده الفقر المتعدد. طب وأنا هعمل فيه إن أنا أوفر فلوس فقط كدولة، ولا أدخل كدولة بإجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد اللي بيتكلموا عليه؟ عندنا انت تعليم مش جيد، صحة مش جيدة، دخل مش جيد، سكن مش جيد. الكلام اللي بيتقال على حياة كريمة هنا، مش عايز اسيب بس الموضوع السكن ده، 300 ألف وحدة اللي بنتكلم عليهم دول او 250 ألف وحدة، احنا كنا بنجهزهم ونأسسهم نفرشهم في دولة ظروفها الاقتصادية ظروف متواضعة. احنا مش من الدول الغنية، يعني احنا لما نيجي نتكلم على الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا دي دول غنية، انا بتكلم كدولة. لكن احنا لما جينا نعمل ده كدولة برضو قلنا ما نقولناش ان المواطنين دول مش هنقدر نعمل لهم حاجة، لا، قلنا لابد ان احنا هنواجه الفقر ده فقرنا، ونبني للناس ديت ونفرش لهم فرش يليق بيهم حتى نخرجهم من الحالة اللي هم كانوا عايزين فيها. انا كنت اتمنى ان من ضمن الحاجات اللي احنا نعرضها، وبرضو بقول الكلام ده للناس القائمين على المؤتمر، ادوا فرصة للشبابنا اللي جاي من الخارج يرى تجربتنا، لانها تجربة ممكن يستفاد منها. بقول تاني انا بتكلم في اكتر من 250-300 ألف وحدة سكنية فيها ثلاث غرف، مش غرفة ولا غرفتين، ثلاث غرف، عشان احنا ظروفنا ان عدد الاسر كتير شوي، وبالتالي ما اقدرش اقول له خد اقعد في دي يعني.
فاللي انا عايز اقوله ان احنا في مصر اتحركنا من 7 سنين وما زلنا، وانا بقول لهم ان احنا هنفضل نشتغل 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 حتى نخرج من هذا الفقر في مصر. طيب لما جت الجائحة وقلنا ان احنا في تقدير موقف الدولة، وقلت ان كل دولة بتتعامل مع الجائحة طبقا يعني طبقا لمعطيات خاصة بها هي، احنا مش زي دول تانية، وكمان تأثير الجائحة علينا مش زي دول تانية. طب هناخد الإجراءات اللي هي الصحية والإجراءات وإرشادات منظمة الصحة العالمية أكيد، لأن دي مواطنين وبنخاف عليهم. هنعمل الإجراءات احترازية ونتشدد فيها طبعا، إن احنا نخفف عن الناس اللي تضررت زي القطاع السياحي، وزي ما الدكتورة هالة وزارة التخطيط قالت أكيد، القطاعات الأخرى اللي تضررت بشكل حتى لو كان بشكل جزئي أكيد، إن احنا نطلق مبادرة أو حوافز بمئة مليار جنيه مع بداية الجائحة، وده كان أمر مبكر جدا اتحركنا فيه. يمكن في دول كتير في العالم ما كانتش اتحركت، وإحنا قلنا لا على طول نضخ 100 مليار جنيه عشان نعزز ونحفز ونحافظ على الشركات القائمة بالفعل اللي كان عليها أموال للكهرباء أو للضرائب أو لده تتأجل، بس بشرط إن هم يحافظوا على إن العمالة اللي موجودة عندهم ما يتمش تسرح، أو يعني إن هم يقولوا إن الظروف الجائحة ما تسمحش وبالتالي نمشي. لا ما عملناش كده. طب هل بقى نتوقف؟ أنا عايز أقول لكم مصر دولة شابة، العاملين فيها عشرات الملايين، لو توقفت دي الناس مداخلها هتبقى منين؟ والدولة هتبقى غير قادرة على أن هي تعطي لكل دول أموال وإعانات. أديك إعانة ولا أخلي ولا يعني منحة فلوس ولا أدي عمل؟ إحنا اخترنا العمل، لأن العمل هيؤدي إلى حاجتين. أول حاجة إنه هيحافظ على تدفق الأموال للعاملين. الحاجة الثانية هستتقدم الدولة خلال السنتين اللي فاتوا دول بمعدلات كان المفروض مش هتحصل. نوقف كل حاجة بقى ونتوقف لغاية لما نطمئن إن الجائحة انتهت تماما، ثم بعد كده نبتدي نحرك الاقتصاد مرة تانية. تجربتنا غير كده. لا احنا قلنا لا هنتحرك بالعمل، هنخفف من اثار الجائحة اقتصاديا، هنتعامل بانضباط شديد مع اجراءات الصحية المطلوبة والاحترازية المطلوبة، لو احتاجنا نعمل يعني اغلاق مؤقت هنعمل اغلاق مؤقت، وده اللي تم. يتبقى الكلام اللي اتقال، مش عايز اكرره كتير، على موضوع حياة كريمة. يعني المشروع ده اللي احنا بنعمله، برضو بقول لكم عشان اختم كلامي، كل اللي احنا بنعمله في مصر ده هي خطوة من 1000 خطوة لسه هنعملهم لو الدولة لازم تعملهم. خطوة من 1000 خطوة، ده كلام مش معنوي، ده تقدير موقف حقيقي لوضعنا، هي ان احنا نواجه حقيقة ما نحن فيه في بلدنا مصر. انا بقول الكلام ده للشباب اللي جاي من كل حتة في الدنيا، تقدير حقيقي للتحديات اللي موجودة عندنا. وبالمناسبة اللي انتوا بتسمعوا مني ده عبارة عن تواصل مستمر بين الحكومة وبين الشعب، ما بنخبيش حاجة، بنقول كل حاجة، بنقول للناس كل حاجة. لما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي زي ما يعني اتقال، كان ده إجراء يعني بيتم التحسب منه كثيرا، خايفين من رد فعل الرأي العام والشعب على إجراءات صعبة. أنا بتكلم على نوفمبر 2016 وأنا اتكلمت فيها، لكن برضو هنا في المؤتمر ده
يهمني ان انا اسجل احترام وتقدير وتحيه كبيره جدا لشعب مصر، لان احنا انا مش هقول سر ولا حاجه، لما كنا بنناقش الموضوع دوت على المستوى المصغر في الحكومه كانت الاجهزه والمؤسسه يعني والوزارات متحسبه جدا من الموضوع، لكن انا صدقوني انا بتكلم وهم عارفين ده كويس، انا كنت مراهن على الشعب المصري وكنت مراهن على المراه المصريه، وقلت البرنامج ده وقلت البرنامج ده هيمرر والناس هتقبله وهتتحمله، وده بالمناسبه اللي اثبت بعد كده ان احنا لو ما كناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثه كبيره جدا لو حصلت جت كورونا واحنا مش جاهزين ليها. الاصلاح الاقتصادي ده وتحمل المصريين كان الطريق اللي خلانا نقدر نتحمل صدمه اقتصاديه وصدمه صحيه حتى في حاجات تانية كتير. انا اطلت عليكم معلش، بس حبيت اقول لكم ان مفهوم الفقر اللي بتقولوا ان 60% منه موجود في بلادنا الافريقيه وكده يستحق مننا كلنا ان احنا لا ننام ولا نغفل الا ما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل والعمل. وبالمناسبه هم انا كنت بتكلم امبارح في لقاء مع المنظمات الدوليه وبقول لهم الائتمان منخفض التكلفه للدول الافريقيه ضروره كبيره، لان النهارده المخاطر اللي موجوده في افريقيا كتيره، وبالتالي يعني مؤسسات التمويل وحتى البنوك اللي بتدي قروض بتبقى تكلفه مخاطر الائتمان بتاعتها عاليه، فيعني العبء بيبقى عبئين، يعني الغني يقدر ياخد تمويل منخفض التكلفه والعدمان مش قادر ياخد غير بتكاليف عاليه. عمرنا كده ما هنخرج من الفقر، عمرنا كده ما هنخرج من الفقر، لان بقت معادله صعبه، ياخد بفلوس كتير تكلفني كتير اعباء كتير افضل مش قادر. وطبعا الشعوب مش مستحمله ده ومن حقها انها تحلم، فتبتدي تصور ويبقى في حاله عدم استقرار ويبقى في خراب وتدمير للدول، ويطلع الارهاب ياثر على الكلام ده وتبقى في هجره غير شرعيه، الناس عايزه تسيب بلادها وتروح على البلاد الغنيه المستقره عشان تعيش. خلونا نعيش الغلابه، خلونا نعيش الغلابه. شكرا جزيلا.